من أصول أهل السنة أن العلم لا يطلب من كتب أهل البدع والأهواء والضلال ولا من مواعظهم، وأنه لا يجوز النشر لهم ولا الإحالة على كتبهم. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون على الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا. وقال سفيان الثوري: من سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع. وقال الإمام أحمد: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنة. طيب، ماذا نقول لمن يقول اقرأوا كتب أهل البدع للأولين وخذوا فيها من الخير ودعوا فيها من الشر؟ هذا ملبس، هذا موقع للمسلمين في الفتنة من حيث لا يشعر أو شعر. وهذه قاعدة كل منتسب إلى حزب. ولذلك لو سألت منتسبا إلى حزب من الأحزاب: هل أقرأ مثلا لسيد قطب؟ هل أقرأ مثلا لفلان من أهل البدع؟ قال: نعم، وما يضيرك، خذ ما فيها من خير ودع فيها من شر. والسلف كما تسمعون ماذا يقول. اسمعوا ماذا يقول ابن تيمية: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون. الأمر خطير. ونحن والله من ما ذكرت لكم في أول المحاضرة من وجود بعض الفقه الأعوج عندنا، أننا ربما احترمنا أهل البدع إذا جاءونا مظهرين للسنة، وكشرنا في وجوه فساقنا إذا جاءوا عليهم أثر بعض المعاصي. هذا من عدم الفقه. وإلا الواجب أن نرحب بهؤلاء وأن نزجر هؤلاء وأن نحترم هؤلاء وأن نهجر هؤلاء إذا كان الهجر فيه مصلحة. وقال ابن القيم: وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها.